شكرا جراس، وفاتينا باهم واخر الاخبار. عوده ليومنا الجديد بسرني. رحب بفولا تنوري رئيسه نادي الشرق. اهلا وسهلا فيك فولا. ميرسي، اهلا وسهلا فيك وشكرا للاستضافه. اهلا وسهلا فيك. اول شيء خبرينا شوي عن نادي الشرق لنرجع نحكي نحن وياكي عن مؤتمر باربيل وعن المساعدات الماديه للعائلات الاكثر حاجه. اول شيء هيك اعطينا فكره ولو موجزه عن نادي الشرق. نادي الشرق لحوار الحضارات، يمكن اسمه بيحكي عن مضمونه. نعم. اللي هو بيجمع ما بيفرق، شو ما كان انسان طائفته، دينه، مذهبه، جنسيته. من هالنادي قرر الاستاذ اليس رغاني اللي هو مؤسس النادي من 14 سنه انه يخلق فكره هالنادي. وهيك صار. خلال هال 14 سنه صار في مؤتمرات جدا مهمه على صعيد البلد وعلى صعيد الوطن العربي. من اهمها كان مؤتمر الشبيبه سنه 2016 اللي جمع 30 دوله شبيبه، اجوا من 30 دوله على لبنان، استقبلناهم بالجامعه اللبنانيه، كانوا وقتها مشكورين انه امنوا لنا الاقامه لهال حوالي 500 شخص اجا من كل هالدول. كان مؤتمر ناجح جدا جدا، واخذوا صوره جدا حلوه عن لبنان، نقلوها لكل الدول تبعهم، وهون كانت الاصداء لانها كانت كثير ايجابيه، بخليك انه يدفعك انك تعملي بعد شيء احسن واحسن. المؤتمر الثاني اللي كان على صعيد كمان حلو كثير هو مؤتمر المرأة، كمان اللي صار بمركز المؤتمرات بدبي. كان في كمان مشاركين من 27 دولة، هو تكريما للسيدات ودور السيدات. بتعرفي اليوم، هلا ما بدي احكي عن قبل وهلا وكل الايام، المرأة هي بيقولوا دينامو البيت ودينامو العمل ودينامو الحياة. فهون كان نحن لنا دور انه نكرمها، وهي يعني كل حدا باختصاصه، كل حدا مطرح ما هو كان باي نوع بزنس او اي نوع مكان سياسي او بوزيشن سياسي. كان كمان هالمؤتمر كمان حلو كثير، وكمان اعطى اصداء كثير ايجابيه. كان في حوالي 1500 شخص كان بهاللقاء، كلهم اكيد شجعوا هاللي عم بيصير، وكان اصداء كمان كدول كمان اصداء حلوه بكل دوله كل شخص. نعم. راح عليها وحكي عنها. ولا طبعا نحن عم نشوف الصور تباعا رح يمرقوا نحن وعم نتحدث معك. نعم. يعني كمان ما فينا نكون انا وياكي بهالجلسه بدون ما نحكي عن مؤتمر باربيل. صح. خبرينا عن هالمؤتمر، حيثياته، ظروفه واهميته. هون اذا بتلاحظي انه بالصور نحن كثير يمكن بنعمل تواصل مع كل الافرقاء، لانه اليوم الانسان هو المهم عندنا، مش اي شيء ثاني. لانه اليوم اذا ما اتحدنا كانسان ما في شيء راح يطلع، يعني خسر عنا خلص. ما بدنا نفوت بالامور السياسيه والوضع هلا، ولكن هيدي هي، كل مره نحن بنفرق بعض مع بعض بنخسر اكثر واكثر، وكل مره بنتحد نحن بنقوى وبنعمل شيء حلو على مستوى، وبنكون يمكن قدوه لبعض الاشخاص انه يا عمي خلينا نهتم بالانسان لا اكثر ولا اقل. 100%. بالنسبه ل مؤتمر الأربيل، هو كان مقرر يكون بأستراليا، وكان قطع بالصورة والصور هون أستاذ جو سكر اللي هو رئيس النادي، فرع النادي بأستراليا. كان المقرر يكون هناك، وكنا عم ننسق مع مدام ميل خليل لنعمل ماراثون بسيدني، وكان صراحة بنعمل كمان على مستوى كتير حلو، وكان في كتير شغل ومجهود لقدرنا أخذنا موافقات من البلديات، وبتعرفي يعني لبرا ومسافة كتير بعيدة، كان في كتير تحضيرات. لحين أنا صارت هالأزمة، اول شيء ازمه كورونا اللي سكرت ثلاث ارباع الدول، وثانيا نحن ازمتنا الاقتصاديه خاصه بالدولار اللي هي بتمنع كثير اشخاص انه بقى يروحوا ويشاركوا بهيك نوع من المؤتمرات. فهون كان انه لازم نحن كنا، لانه اوريدي بلشنا بهالمشروع، وبعرف اذا اليوم بدنا نحكي بوضع اللي عم نتعرض له بلبنان بنلاقي انه نحن عم نحمل شيء ثاني، ولكن انا بدي اقوله بدنا نضلنا نمشي، بدنا نضلنا نحقق اهداف كبيره، لانه نحن هي مرحله رح تقطع، وباذن الله رح تقطع على الكل، ما رح تبقى مثل ما هي، شو ما رح نقدر نحن نعمل شيء حلو نفكر فيه تنقدر نقطع هالمرحله ونقطعها باقل اضرار ممكن علينا نحن. فمن هون اجت الفكره انه نحن بننقل، بما انه ما لنا قادرين نروح على استراليا، من استراليا لاربيل. على اربيل ليش؟ لانه هنيك في عنا كمان فرع ثاني، فرع ايست اربيل برئاسه الاستاذ محمد الدلو، وكمان مشكورين كثير لانه اكيب العمل عندهم عم يشتغل يعني مجهود جبار ليأمنونا الاوتيلات، ليأمنوا كل اللوكيشن اللي نحن بدنا نكون فيها. المؤتمر رح يكون عباره عن 6 ايام، بدايه من 28 ايلول ل 24.
هون اكيد اللقاء الاول والاستقبال وهدول القصص، بعدين في محطات كثير مهمه رح يكون موجود بهالمؤتمر. هلا بدك تخبرينا عن المحطات، ولكن الهدف فولا الاكبر يلي انتم عم تسعوا له من خلال هالمؤتمرات، سيما مؤتمر اربيل، وتحيه لكم لانه من بعد ما إذا بدي كان في صعوبة بين هلالين بأستراليا دغري ما نطرتوا نقلتوا وقلتوا منعمله بأربيل، وهذه شغلة كتير مهمة رح تتابعوا رغم كل الظروف القائمة. الهدف الأسمى لهذا الشيء بيكمن وين؟ في كذا نقطة صراحة. أولا التواصل، هذا الشيء المهم بيننا وبين كل الدول اللي نحن متشارك معها. نحن اليوم لما نجي نعمل مؤتمر وينقل صورة حلوة عن لبنان، كلنا كل واحد بمجاله هيدا هدفنا، ونحن كمان اشخاص نشيطين يعني والعالم بتحب النشاط تبعنا وبتحب يمكن نحن عم نعمله والدقه اللي عم نشتغل فيها. صح. ولما بحسوا انه في اشخاص جديين بالعمل ورح يطلع منهم هدف، يعني ما رح اقول سامي تما نكون كثير بالمثاليات، ولكن هدف حلو بيجمع العالم، بيجمع الافكار المتناقضه. عم نحكي نحن مذاهب، عم نحكي احزاب، عم نحكي اشخاص باك جراوندتهم كثير مختلفه عن بعضها. فهون هذا اول هدف، ان احنا نعمل هالتواصل وهالترابط بين البلدين. نعم. ثاني شغله نعمل يمكن نوع من التوأمة يمكن بين بلديات بيتعاملوا مع بعض لبعدين بيفهموا كيف شغل بعض بين كل بلد، نحن بلدنا بلبنان والبلد البلدان الثانيه كيف بيشتغلوا مع بعض. هذا كمان هدف ثاني، انه نحن نخلق هالجسور بين بعض بيننا وبين البلدان الثانيه. والاهم من هيك انه يعني برجع بقول نحن بحاجه انه نحن نعمل هيك قصص هلا اكثر من قبل، لانه بنعطي صوره حلوه بعدنا عن لبنان قد ما هو هلا عم يغرق، بنضلنا نحن نعطي صوره حلوه عن لبنان. وفعلا اللي عم تحكي معك حق فيه، لانه لو بدكم توقفوا كنتوا وقفتوا من الاول، انتم كفيتوا بوتيره تصاعديه علما انه الظروف ما كانت كثير مؤاتيه. شو ابرز الصعوبات يلي جبهتكم امام هيدا المؤتمر والتحضير له؟ اكيد ما عملتي لي هيك يعني صعوبات كثيره. صح، يعني هي كانت شوي اقل قبل، هلا صارت أصعب لأنه خاصة الوضع اللي عم نقطع فيه. يعني لما كان رح يكون في مشاركين 100 شخص من لبنان، اليوم رح يشارك 50 شخص من لبنان. أكيد اللي رايحين على المؤتمر ليشاركوا بورش العمل، كل واحد بحسب، كل شخص بحسب اختصاصه، كنا بنتمنى انه الكل يقدر يشارك، ولكن للاسف الظروف ما فينا، يعني ما فيك تلزمي حدا، وكمان بدك تفهمي مخاوف الناس. هذا اول شيء كان حاجز بخلينا نرجع لورا، ولكن كمان شفنا الخير انه في 50 رايحين ونحن رح نكفي نحن وياهم. ثاني شغل، الاشخاص اللي هونيك عم يشتغلوا لك كمان ما فيك اليوم تقولي لهم سوري نحن ما فينا هيك بعد كل التحضيرات. ايه، لان هن عم بيحضروا، عم بيتابعوا، عم بيشتغلوا. صح. عم بيروحوا، ما فيك هيك على خيرتك تقولي لهم مزبوط ولا انا غيرت رايي. مزبوط كرمال هيك بيعطيكي انه دافع انه لا لازم انت تلتزمي شو ما كانت الصعوبات بدك تتحديها لا تعملي هالمؤتمر وتنجحي مثل ما كان المؤتمرات السابقه ناجحه له. والاصعب انك لما تعملي مؤتمر ناجح وتجي بدك تعملي شيء ثاني، هذا كثير صعب خاصه بالظروف هيدي، لانه بدك اول شيء بدك مينيموم بدك تضلك نفس المستوى. اكيد اكزاكتلي بدك تضلك نفس المستوى. ف يعني هون بيكون الصراع والاراء، كنا نحن بالنادي يعني كل الاعضاء كنا بين انه بنعمل ما بنعمل، ولكن اخذنا القرار الاصعب ولكن هو القرار الانسب لوضعنا نحن كنادي ومع المؤتمرات اللي عم تنعمل. وهون بدي اتشكر عن جد استاذ اليس الغاني اللي عم بيتابع ادق التفاصيل، المراسلات، الحجوزات، كل حدا حسب وضعه عم جرب نحل شويه قصص هيك مشاكل كمان نقدر نحن كلنا نكون موجودين بالمؤتمر. ولا كمان في مساعدات ماديه للعائلات الاكثر حاجه. نعم. هيدي النقطه حطيتوها نصب اعينكم وحاولتوا تحققوها برغم كمان من كل الصعوبات، وهيدي شغله كثير مهمه لان احنا بنقول البحصه بتسند خابيه. شو لكان اذا عائلات هن فعلا بحاجه ولقيوا حدا عم بيطلع فيهم وعم بيساعدهم وعم بيوقف الى جنبهم؟ اول شيء قبل ما تخبريني عن هيدي المساعدات، قد ايه الواحد بده يكون عنده كم من الانسانيه ليقدر يفكر بهالطريقه ويساعد عن جد مش بس يحكي؟ نعم. يعني انا فيي احكي، فيي اقول لك ايه انا بدي ساعد وما بعمل شيء، بس فيي ما احكي وافعل، انتم عم تفعلوا. فخبرينا عن هيدا المنحة. ليك هون انا ما بحب بلش بالانتقاد، ولكن هون بدي وجه الاشخاص اللي بيكونوا قاعدين ورا الشاشه تبع التليفون وبيعملوا سكرولينج على السوشيال ميديا وبيقولوا انه الجمعيات ما توثقوا بالجمعيات او ثقوا بالجمعيات، تعملوا او ما تعملوا، بليز انزلوا على الارض، بليز انزلوا على الارض، ما تقعدوا ورا الشاشه وتحكوا. انا نزلت على الارض وشفت برادات فيها رغيف خبز والثلاجه فيه نص كيلو طحين، يعني لما انت بتنزلي بتشوفي هيك
ما فيك كلك كل حواسك بدها تشتغل، بطل بس انسانيتك يعني ما فيك انت حتى انت على صعيد شخصي بطل في على صعيد انه نادي او على صعيد جمعيه تقدر تشتغلي، انت على صعيد شخصي بلش تشتغلي وهون انت ايمانك باللي عم تشوفيه تنقليه بكل صدق للعالم اللي حواليك، وهون العالم اللي حواليك بيوثقوا فيك لما بيشوفوا انه على الارض في ملموس. يعني انت لما بتيجي بتبعتي $1,000 من برا بيتوزعوا على هالاشخاص بتكون بكل شفافيه عم تبعتي، العالم بدها توثق. يعني اليوم ما بطل في حدا مغمض عيونه، كل العالم بتعرف، كل العالم التليفون بايده، السوشيال ميديا كثير هينه يتواصلوا مع حيلا حدا. انا هون بدي اشكر كثير صراحه فرعنا باستراليا استاذ جوزيف سكر تحديدا مدام فدوى، لانه لما صار انفجار 4 آب تواصلت معهم وكثير رحبوا الفكره وكثير تاثروا باللي صار، اصلا كل دول العالم كل العالم تاثر بلبنان وكلهم تاثروا باللي صار بلبنان. وهون كان بلشت ورشه العمل تبعهم، جمعوا مبالغ ماديه وبعثوا لنا اياها على النادي، ونحن بدورنا قمنا بتوزيعها ل 25 ل 30 عائله، كان كل شهر بشهره عم نتابعهم شو حاجاتهم، لانه اليوم فينا نقول اه هذا الشخص راح اجى اخذ من عندي ومن عندك ومن عند كذا جمعيه، بس اليوم المشكله اللي عم تكون بالبلد دايمه. يعني اليوم بطلت قصه شهر وشهرين وسنه، صرنا هالعيال عم تضل بدها مساعده، يعني عم ضل نحن نجرب نوقف حد قد ما فينا صراحه. يعني بكثر خير الخيرين وشكرا كثير كبير لألون، بالاخص فرع استراليا، لانه هالسنه نحن تابعنا معهم ووزعنا لهالاشخاص اللي بنقدر له، وعلى صعيد يمكن المدارس قسطات المدارس ولا على صعيد المواد الغذائيه او على صعيد المبالغ النقديه كاش بايدهم. فولا للمشككين شو بتقولوا؟ يعني في كتار بتعرفي نعم الأقلام بتكتب السوشيال ميديا بيعلقوا، في ناس مشككين كتير بيقولوا لك ايه ونحن شو عرفنا، يمكن هني عم بيخدون إلهم تعرفي. نعم. امام هيك لما بتسمعي حدا عم بيشكك او عم بيقول لك طيب ونحن شو عرفنا انتم عم بتقولوا قد ايه هيدا الشيء بيعطيكي دافع انك تكفي؟ طبعا، لانه فعلا مثل ما قلنا انه نحن عم نحكي بمنحى انساني محض، قد ايه هالشيء بيعطيكي دافع انك تكفي رغم كل التعليقات ورغم كل اللي بينكتب ورغم كل البينيشنو الذبذبات مش ايجابيه نيجاتيف بصراحه. لا انا بالنسبه لي يعني طبعا تتاثري نوعا ما بس تقطع هيك، لانه انت هدفك اكبر واسمى من هيك، اليوم النتيجه المهمه. وفي اشخاص برجع بقول لك يعني انزلوا على الارض وشوفوا وبعدين احكوا، كل الاوراق واضحه، كل الارقام واضحه، ما في شيء مخبى، اللي بده نادي موجود في يفوت عليه ساعه اللي بده ويشوف كل الارقام مثل ما هي ولمين الشخص برقم التليفون. يعني انت اذا اخذتي رقم تليفون حيلا شخص تتواصلي معه بتعرفي اللي عم اقوله اذا مزبوط او لا، فما في عنا شيء مخبى. بلس انه نحن كنادي منا جمعيه، نحن اللي عملناه مجهود شخصي، يعني نحن فينا ما ننسبه للنادي، للنادي نحن تبعنا غير توجه مؤتمرات، توجه ايفنتات بتنعمل على صعيد دول، على صعيد مواضيع ثقافيه، غير شيء. نحن هيدا انعمل لانه نحن مجبورين، منه خيار لك اليوم بلبنان انك انت تساعدي او لا، نحن مجبورين نساعد. انا اليوم وحضرتك وكل الناس في كنا مستويات بلبنان، حتى المستوى الوسط هلا صار بده نوعا ما يمكن عم بيساعد على قدرته، اهله اصحابه جيرانه عم نساعد، ولكن نحن مجبورين نساعد محل نقدر كلنا نرحق نقطع بهالازمه الكبيره. فولا بتخافوا من بكره؟ يعني دائما من المجهول شو ناطرنا، هل رح يضل فينا نأمن هيدا الوارد المادي او هالمساعده للاشخاص يلي هن بحاجه؟ ذكي طبعا، لانه اليوم تنكون واقعيين، اليوم كل الدول عم تكون اقتصاديا مهزوزه، يعني حتى اكبر الدول. صح، مش بس صح، يعني حتى الاشخاص اليوم جاليه لبنانيه بكل دوله بيتواصلوا معنا كمان نساعد اهلنا بلبنان اللي هن اكثر حاجه او بحاجه له، خاصه الادويه. يعني اليوم مثلا هلا كمان هون عن جد بدي استراليا عم يشتغلوا صراحه شغل جبار، عم يجربوا يبعثوا لنا كونتينر ادويه للامراض المزمنه فنحن كمان نعمل الستاتستيك اللازمه ونقدر نامن ونوزع. في كثير مجهود عم ينعمل لهالموضوع. بنخاف ايه، لانه اذا هن اوضاعهم ما كانت كمان تاثر سلبا مثل ما نحن عم بصير باوضاعنا بالبلد، اكيد هن ما راح يقدروا يساعدوا بالحجم اللي بيقدروا يساعدوا فيه، ولكن ان شاء الله بنضلنا حد بعض بنضلنا نعمل شيء. تقلتوا من كونكم نادي بيعمل مؤتمرات، بيعمل ايفنتات، بيعمل مناسبات، احتفالات خارج لبنان، طبعا دائما بالصميم في وجود لبنان وين ما رحتوا. انتقلتوا من هيدا المنحة لمنحة المساعدة، قديه كمان هيدا المنحة بيضيف
لان نادي عن تكون اذا بدك حضور بضيف روح وروح بضيف روح اكثر وهيك واذا بدك وقار للشيء اللي عم تعملوه دائما كثير لانه بقلب كل شيء لازم يكون في مثل ما حضرتك قلتي بالاول انسانيا لازم نحن نتعاطى معه انسانيا قد ما نعمل مؤتمرات واكيد نحن بهمنا التواصل مع الاخر مين ما كان وشو ما كان وكيف ما كانت ميوله او اي شيء بيلتزم له او بيروح له نحن اليوم لما انت بتجي بتتعاطي بشان انساني هيدا غير شيء روحانيا غير شيء نفسيا غير شيء بتتكيفي معه وبتشتغلي من قلبك ومن عاطفتك ومن ذاتك اكثر بكثير اكيد هون مش عم نحكي نحن ما عم ننجح نحن بننجح هونيك ولكن هون في تعاطي يعني تعاطي انساني وتعاطف جد ملموس بتحسي فيك فما فيك انت ما حدا بيعلمك عليه هيدا انت لحالك بتشتغلي فيه لما انت بتحسي فيه وانا هون بدي اقول يعني عن جد من بعد ما في كثير لمست عيال صراحة بنزعج لأنه نحن الأشخاص اللي لمسوا الأشخاص اللي كانوا بي أربعة آب أوضاعهم لمسوا أوضاعهم لهالناس كتير بيتأثروا ما بيقدر ما يتأثروا ما فيك ما تعمل شيء أنا بس بدي نوه بس عن شغلة حتى كنت سألتيني عن أهداف المؤتمر بأربيل صح في عنا أهم شيء هو نهار البيئة اللي هو في رح نحمل 500 أرزة من لبنان وبتنحط بشقلاوة اللي هي عروسة كردستان لينعمل غابة الأرز بهالمنطقة وفي 15 دولة 16 دولة تحديدا من هلأ مشاركين هني رح ياخدوا كل واحد معه الشجرة اللي بتميز بلدهم ورح ينزرع بهالغابة ولكن الأكثر حصة الأكبر هي لحصة اللبنانية شو حلو نعم يعني حتى حاملين لبنان معكم وأرزة لبنان على أربيل نعم هون نشكر غابة الأرز لجنة غابة الأرز بشري لأنه هني ساعدونا ومتحف جبران أنه نأمن هذا العدد من الأرز ولكن أي هلأ نحن عم نجرب يمكن نأمنهم لهونيك أنه يروحوا تنقدر يعني كيف طريقة إيصالهم أو شحنهم لأربيل فهذا من أهم الأحداث اللي رح يصير في نهار بيئي مميز رح يكون بمدينة شقلاوة شو حلو فولا شو يعني الأمور يلي هلأ أنتم عم تشتغلوا عليها تباعا من بعد قصة أربيل في نشاطات أكيد بتدرسوا قبل في أشياء بتكون تقوموا فيها بتحطوها ستاند باي إذا صح التعبير بتحطوا نقاط أنه هلأ منخلص هالشي منبلش بشي تاني بعد أربيل إلى أين؟ بعد أربيل إلى الداخل اللبناني نحن ومنتأمل خير وعطول بننطر انه الخير رح يجي اليوم ان شاء الله لا حلو فيك بتعرفي انه عم تحكي عن جد بيروح فيها تفاؤل يعني كل كلمتين بتقوليهم بتقولي لي بدها تفرج وان شاء الله خير حلو حلو هيدي الروح التفاؤليه اللي عندك اياها برافو نحن اولاد حرب حالتك وانا يمكن نحن اولاد حرب شفنا الأمرين وضلينا متفائلين بالبلد واللي راحوا تفائلوا ورجعوا على البلد وهي ازمه ورح تقطع وما فينا نفكر غير هيك نحن اشخاص مؤمنين ومنآمن بالخير ومنآمن بالفرح ومنآمن بانه في خير رح يرجع يجي بعدين فما فينا نستسلم ونقول نحن بدنا نفل اكيد في اشخاص معهم حق ما فينا نحن نبرر او ما نبرر الاشخاص اللي عم بيهاجروا كل انسان بده يامن حياته ولكن بده يضل في اشخاص يامنوا مطرح ما نحن موجودين انه نبقى ونشجع يرجعوا اللي راحوا يرجعوا مره ثانيه ان شاء الله بدي ارجع لسؤالي شو النشاطات اللي هلا عم بتحضروها تبعي عن من بعد اربيل او يمكن ماشي فيها بالتزامن مع مؤتمر اربيل هلا على صعيد لبنان اكيد عم نفكر نحن كمان نحضر مؤتمر ثاني على لبنان ولكن هلا بعد ما حددنا شو راح تكون اهدافه صراحه لانه نظرا لوضع البلد يعني اليوم صح متفائلين ان شاء الله خيرا ولكن ما فينا نحط هدف او فكره واضحه ونمشي على اساسها لانه نهار بنقعد ببيت نهار ما بنقعد ببيت نهار بنجيب بنزين نهار ما بنجيب بنزين واليوم يعني هذا اكبر مشكله يعني اليوم حتى الشركات الخاصه بلشت عم تاثر كثير بقصه البنزين موظفينا حتى المطاعم بطل عم يجي عليها عالم يعني كل هالفوعة لانه البلد عم يرجع يمشي كله عم يرجع يتاثر كرمال هيك ماني صراحه تكون صريحه معك ماني قادرين نحط هلا هدف كثير واضح على صعيد لبنان ولكن اكيد نكست ستيب رح تكون بلبنان ضروري تكون من بعد ما جربنا نكون باربيل وباستراليا وكمان هلا ممكن نرجع نعمل مشروع استراليا لان صراحه هو تحضر له يعني الاجنده تبعه كلها تحضرت كان بس بعد باقي التوقيت ونحن حتى توقيت كنا تقريبا حاطينه بتشرين الماضي ولكن كله تاجل ريجاردينج اللي عم يعني اللي عم بيصير بالبلد واللي عم بيصير عالميا ولكن ان شاء الله انه هذا المشروع نحن بنعمله اذا ممكن يكون بعد اربيل يعني ممكن بس خلصوا مؤتمر اربيل يكون في نقلي على استراليا ممكن يعني ملك الوضع كله ما بيخلينا نحن نحدد هلا اوقات حتى عالميا
لانه كله عم يتسكر وين ما كان، ولكن اكيد الاهداف على طول نحن بنحطها وبنحط اذا بدك بولت بوينت بنمشي على اساسها. فولا تنوري رئيسه نادي الشرق، انا بدي اشكر حضورك فولا لليوم، بدي اشكر ايجابيتك لانه انا دائما بقول الايجابيه بتعدي والسلبيه بتعدي، فانت اليوم عديتينا ايجابيه. برافو عليكي، خليكي هيك متفائله. شكرا لك. واهلا وسهلا فيك، شكرا لحضورك معنا. شكرا كثير. اصدقائنا المشاهدين، نحن لهون نوصل الى ختام يومنا الجديد، بنتمنى يا رب تكونوا قضيتوا معنا اوقات حلوه. مثل ما عم بتقول فولا، تفائل بالخير تجده، يعني ان شاء الله يا رب هيك نقدر نتفائل بالخير ونقول انه كل شيء له نهايه بالحياه ومقابل كل نزله في طلعه، ان شاء الله هالنزله ما نضل كثير فيها، بدنا تجي بقى الطلعه، لانه بفتكر نحن الشعب بيستحق يعيش بسلام، نحن الشعب بيستحق الحياه، وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وخارج لبنان لكم اطيب تحيات. سحر صغيب اكيد الاكيب العامل فردا فردا بنوجه له تحيه، يلي هن جنود المجهولين يلي لازم دائما دائما يشتغلوا بكل تفاني لنحن نظهر بهيدي الصورة. إلي أبي خليل، مين بعد بليز ساعدوني، ميرا، جوي، مين كمان في بعد، رينا، رولا، ريبال، وريفا. ريفا دخيلك مديرة مسرح، يعني منزل الكل إلا ريفا. إلكم منا أطيب التحيات، بكرة إذا الله راد بتمام الساعة 8 صباحا 8:30 من إلكم صباح الخير، ومنكون معكم مجددا من هلأ لبكرة أطيب التحيات. باي باي. We'll be right back.